طبعا طبعا. اتقابل مع لعيبه هال سيتي قبل مباراه الفاينل، فقال لهم انا عايز اقول لكم ان انتوا بالنسبه لي موجودين في احسن نادي في العالم. كمشجع بيتكلم بقى من قلبه. يمكن كمان في صوره دورت عليها كتير جدا عشان اوصل لها، لان هي عندي محتفظ بيها من زمان جدا. كان في علم كبير لجمهور هال سيتي عليه صوره عمر الشريف في المدرجات، في المدرجات بيكون موجود في المباريات كلها، علم كبير عليه صوره عمر الشريف. ده العلم ده بعد رحيل، قبل رحيل هو رمز. انا بقول لحضرتك هم كانوا بيعتبروه رمز لجمهور هال سيتي، رمز لنادي هال سيتي، انه احنا عندنا فنان عالمي بيشجع نادي هال سيتي. دي بالنسبه لهم كانت كبيره جدا، وكمان لانه كمان شعبيه الفنان عمر الشريف دي الصوره، هي دي الصوره، يمكن ده العلم. من طبعا فيلم لورنس العرب. طبعا واخدين الشخصيه وحاطين الصوره دي على العلم، والعلم ده كان متواجد على طول في مباريات هال سيتي. يعني الحاجات دي كلها ممكن احنا شويه ما نعرفش عنها حاجه في مصر، او ما تبقاش. انا عشان يعني اسعدتني الظروف ان انا كنت متواجد في نادي هال سيتي في هذا التوقيت، اني قربت من كل ده. يعني المشهد نفسه، فكره انه الفنان يكون عنده حتى الثقافه والانتماء انه بيشجع وبرقي، ويقدر كمان انه يكون موجود بيساند ناديه، بيسجل لهم برومو بصوته، رغم انه فنان عالمي وفنان يعني الدنيا كلها تعرفه، بيتكلم صحيح. خمس لغات، ويعني واجهه مشرفه، حتى سفير لمصر على طول طول الوقت، وكان عاشق لمصر الحقيقه الله يرحمه. حتى هو لما توفى الناس حزنت عليه جدا جدا في هال في النادي، والمشجعين حتى يعني الصفحات الرسميه بتاعت النادي، سواء الصفحه العربيه اللي انا كنت وقتها بتشرف ان انا كنت المشرف عليها، والصفحه الانجليزيه زي ما حضرتك شايف كده على طول قالوا ان احنا هنعمل تأبين لعمر الشريف في اول جوله في الدوري الانجليزي. وده طبعا الصفحه الرسميه بتاع نادي هال سيتي، ودي الصفحه العربيه برضو وقت يوم وفاه الفنان عمر الشريف. يعني كان نبأ حزين فعلا على الجمهور هناك وعلى إدارة النادي نفسها. كانت أول مباراة أنا أفتكر كويس جدا كانت مباراة هادرسفيلد تاون في أول أسبوع في الدوري الإنجليزي في الموسم 2014-2015، ووقتها حصل تأبين ودقيقة صمت في الاستاد في أول مباراة بشكل رسمي احتراما لعمر الشريف، ويعني تقديرا لدوره كمشجع وتواجده الدائم مع نادي هال سيتي. يمكن صداقته كمان بالدكتور عاصم علام، والظروف اللي جمعت بقى ان الدكتور عاصم علام اشترى النادي وقتها، كل ده الحقيقه يعني ادى لعمر الشريف مكانه كبيره جدا عند مشجعين الكوره في هال سيتي وفي انجلترا كلها، لان بقيه الانديه كلهم جمهورها عارف ان عمر الشريف بيشجع هال سيتي. يمكن النهارده كنت بتكلم مع جورج هاتسون، هو كان مدير تسويق نادي هال سيتي في هذا التوقيت، للاسف لقيته تعب، عنده حاجه في المخ، فانا بتمنى له الشفاء طبعا. وقتها قعدنا نستعيد بعض الذكريات كده عن الفتره دي وعن تشجيع عمر الشريف لهال سيتي، وده جورج هاتسون طبعا، بتمنى له انه يكون في احسن صحه وحال. من الشخصيات القديره جدا في مشوار نادي هال سيتي وصعوده للبريمير ليج. يمكن عمر الشريف لما مات، هو مات بعد ما شاف هال سيتي من نادي في الدرجه الثالثه او الثانيه، لانه وصل البريمير ليج، وصل نهائي اف اي كاب لاول مره في التاريخ، وصل يوروبا ليج للمره الوحيده في تاريخه. كل ده عمر الشريف شافه قبل ما يموت. طب ده فاعتقد انه كمان يعني كان سعيد في اخر ايامه بالظبط، انه كان بيحلم بيها بريمير ليج اوروبا ليج. يعني هو يعني قال في اول زياره بيقول لهم احنا على الاقل احسن من ليدز يونايتد وده يكفيني، لكن انه قبل ما يتوفى شاف النادي في اعلى الدرجات اللي كان ممكن يوصل لها نادي، لانه نادي صغير من مدينه صغيره، لكن هو اختار انه ينتمي ليه. دايما مشجع الكوره كده ما بيقولوش يد في حاجات معينه، زي ما هو قال انت تتولد اهلاوي، يعني انت ايه العقليه اللي تخليك تتولد تروح تشجع نادي تاني غير الاهلي؟ يعني هو قالها. فالحقيقه برضه هو اختار انه يشجع هال سيتي. اعتقد انه القصه نفسها ده، حتى مثلا جامعه هال في 2018 بعد وفاة عمر الشريف بثلاث سنين تقريبا، قالت انه كان النهارده المفروض يبقى عنده 86 سنة وهو مشجع لنادي هال سيتي، المشجع الكبير لنادي هال سيتي. يعني حتى الجامعة نفسها بتفتخر انه الراجل مشجع لنادي هال سيتي. الحقيقة كان حالة مختلفة تماما في وسط مشجعين الكوره. ده كان تقريبا في 2018 2018 في 10 ابريل 2018 في عيد ميلاده، عيد ميلاد في ذكرى ميلاده بالظبط. فالحقيقه هم قالوا انه في 2010 انه اخذ الدكتوراه الفخريه من جامعه هال، وتذكروه ودايما جمهور هال بيتكلم عنه. ف يعني حاجه مميزه جدا، وبجد عمر وطبعا فريق الاعداد
يعني كواليس وحاجات اول مره انا طبعا اول مره اعرفها اول مره اشوفها وحاجه تدعو فعلا للفخر ان يعني كمان على اسم مستوى مصر يعني دلوقتي اكيد لغايه دلوقتي جماهير هال سيتي انت عارف هناك الناس بتفتكر كل من ينتمي للنادي بشكل كبير جدا كل سنه يا كابتن بتتعرض انترفيوز لعمر الشريف في انجلترا في الذكرى لحد دلوقتي لحد دلوقتي بيتعرض له انترفيوز قديمه بيتعرض له اعمال قديمه الناس بتفتكر على السوشيال ميديا ده زي ما حضرتك قلت كمان ترويج لاسم مصر صحيح. في كل حته صحيح. فلا هو كان حاله جميله في الكوره وفي الفن حاله جميله